يا صباح الفل على كل اللي بيسمعوا نغم في 105.3 اغاني عايشينها. انا معاكم محمد بكر، بنبدا حلقه جديده من ايد في ايد هنا على نغم في ام. تقدروا تبعتوا لنا كل رسائلكم على 105.3 او تكلمونا على 3835316. كمان ممكن تتابعوا كل اخبار وبرامج نغم في ام من خلال الفيسبوك بيج بتاعتنا، هي نغم في ام بالانجلش وبالعربي. زي ما تعودنا ان دايما ايد في ايد بيجيب مؤسسات المجتمع المدني اللي ليها دور فعال وبتولد دايما طاقة إيجابية وبتنشر الخير في أماكن كتير وبتساعد أهلنا الأكثر احتياجا وبتوفر لهم حياة كريمة في أماكن كتيرة جدا. الحقيقة أن يوم الحد تعودنا أن تكون معانا مؤسسة سقيا الماء، المؤسسة اللي ليها مجهود كبير جدا على أرض الواقع، نفذت مشروعات تنموية مهمة جدا خلال 2020، وده يمكن بالأرقام قلناه خلال الحلقات اللي فاتت. ولكن النهاردة هنتعرف أكتر وهنعرف أكتر إيه اللي بيحصل وإيه اللي هيحصل خلال الفترة الجاية من سقيا الماء. خليني أبدأ بشكل سريع مع أستاذ أحمد عبد الله، المستشار الإعلامي لمؤسسة سقيا الماء اللي بينضم لنا على التليفون. أستاذ أحمد، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ محمد، صباح الخير على حضرتك وعلى كل مستمعينك الكرام. ربنا يخليك يا فندم. سقيا الماء ناوي على إيه في 2021؟ والله احنا زي ما كشفنا، يعني عملنا كشف حساب خلال الفترة اللي فاتت مع حضرتك في حلقات سابقة عن العمل في 2020، احنا بنجدد العهد وبنجدد الامل والتفاؤل لكل الفئات اللي احنا بنخدمها، وكمان مع كل شخص وثق او دعم في مؤسسة سقيا الماء اللي وصل عددهم ل 700,000 حالة تقريبا خلال الفترة اللي فاتت. احنا بكلمك النهاردة من نجع حمادي مع اول نشاط لمؤسسة سقيا الماء. احنا عملنا امبارح 56 عملية جراحية للعيون من 1200 عملية مستهدفة خلال الفترة القادمة. أو من 1000 من 1000 وكام يا فندم؟ 1200 على قوائم الانتظار. تمام، كلها عيون على قوائم الانتظار بالظبط كده. العملية بتتكلف حوالي 5000 جنيه، يعني ممكن يرجع النظر للشخص ده في عملية بسيطة جدا كان محتاجها. الحمد لله ربنا قدرنا على بداية العمل في النشاط ده، كمان مع تكليف وتوجيه السيد الرئيس لضمان حياة كريمة في 1500 قرية خلال 2021. احنا بدأنا بالفعل في مبادرة أهالينا لإعادة إعمار وتجديد المنازل بالقرى الأكثر فقرا والأشد احتياجا خلال برضو 2021. كمان احنا يعني بدأنا بالفعل في إنشاء 3 قرى باسم سقيا الماء بالوادي الجديد وسيوة وادي النترون بالضبط، بمساحات تصل لحوالي 700,000 فدان، 200,000 فدان قرية الوادي الجديد، وادي النترون 70,000 فدان، سقيا الماء في سيوة 350,000 فدان. عظيم. عندنا كمان مشروع غصن الخير ده لإنشاء مزارع زيتون بالمناطق اللي بيعمل أهلها في هذا النشاط، وكمان بنستهدف انه الدولة والمتبرعين والناس اللي بيثقوا في سقيا الماء تتبنى فكرة المشروع، لانه احنا بننزل المناطق يا استاذ محمد بنعمل احلال وتجديد للمنازل ده حقيقي، لكن بيبقى عندنا هدف وتوجه اننا نضمن مشروع يضمن تنمية مستدامة لأهل القرية بالضبط، ويقدر الناس. وده يمكن واضح بشكل كبير جدا من خلال مشروعات سقيا الماء الحقيقة اللي قدمتها خلال الفترة اللي فاتت وتكلمنا عنها بشكل كبير، وإن شاء الله خلال الفترة الجاية والبداية تكون من نجع حمادي، يعني مكان تواجد حضرتك حاليا بعمليات 56 عملية من أصل 1200 عملية هيتم إجراءها. أستاذ أحمد عبد الله، المستشار الإعلامي لمؤسسة سقيا الماء، شرفتنا على نغم فهم. شكرا جزيلا. مجهود عظيم ان انت تبدا بدايه كده السنه حاجه حلوه، يعني ان انت يعني النهارده كام؟ النهارده 10، فسقيا الماء في نجع حمادي بتعمل عمليات عيون ل 56 فرد من اصل 1200 فرد، رقم مش بسيط، وان يكون المستهدف بتاعهم ده علشان نوفر
عودة البصر لشخص بعملية بتتكلف 5,000 جنيه، الموضوع يستاهل ان احنا نحط ايدنا في ايد بعض. 15-66-4 ده الخط الساخن، خليني افكركم بيه لسقيا الماء، تقدروا توصلوا لسقيا الماء من خلال 15-66-4، هيوصل لك المندوب في اي مكان انت موجود فيه، وتقدر توصل بخيرك وتبرعك ليهم. كمان هنعرف تفاصيل بقى أكتر عن الخير اللي سقيا الماء بتقدمه على مدار الفترة اللي فاتت وعلى الشهور اللي جاية في 2021. أستاذة ابتسام سعد المتحدث الإعلامي لمؤسسة سقيا الماء للتنمية بتشرفنا في الاستوديو، أهلا بيك يا أستاذة ابتسام. أهلا بحضرتك، صباح الورد. صباح الفل. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن ان يعني أستاذ أحمد هناك في نجع حمادي 56 عملية من أصل 1200 عملية، رقم مش بسيط. ولكن قبل ما نتكلم كمان عن العمليات بشكل تفصيلي، يعني أو خلينا نروح لل 1200، رقم مش بسيط، يعني اشتغلتوا عن انتوا تحضروا القائمة بتاعته ازاي؟ بيبقى في فريق بحث بيشوف مين الحالات اللي تستاهل ده، وبالفعل بيبقى حطه على قائم الانتظار، ولما بيجي دوره بيعمل العملية. تمام. لكن طبعا يعني منتظرين أهل الخير ان هم بقى يساعدوا في قوائم الانتظار دي، ان هم يساعدوا برضو المؤسسة. المرضى ما بين إنا والأقصر وأسوان، ال 1200 إنا والأقصر وأسوان بالضبط كده، وهم حاليا في نجع حمادي. وإنجاز طبعا 56 عملية كبداية، أو بنبتدي السنة بإنجاز زي ده، يعني بترجع لحد نظره أو إن هو بيشوف الدنيا تاني، دي حاجة كويسة جدا. فيعني من السادة المستمعين اللي حابب يشارك إن إحنا نخلص قائمة الانتظار، يعني هل كان العدد أكبر مثلا، أو أنتم كنتم مركزين الهدف بتاعكم إنه يكون في الصعيد في المقام الأول عشان كده بدأتوا بإنا الأقصر أسوان؟ طبعا لأن طبعا سقيا الماء كان ليها نشاطات كتير في محافظات كتير، فنبتدي بأهلنا في الصعيد، دي حاجة كويسة جدا. هل كان يعني هدف ان انتوا تبدأوا 2021 بعمليات يعني ابصار او عمليات عيون؟ وهل هي عمليات عيون يعني بأشكال مختلفة، مياه بيضاء؟ طبعا والمسنين والكلام ده. هي الفكرة سقيا الماء مش بدأها بس بالناحية الطبية او بعمليات العيون بس، لا هي بدأ يعني هي بالفعل عاملة انشطة كتير، فده كان جزء من نشاطها فابتدت بيه. عظيم جدا. وطبعا باقي الانشطه شغاله في مسارها الطبيعي. اكيد هنتكلم عن كل انشطه بقى سقيا الماء بتفاصيلها، بالمحافظات اللي شغالين عليها، بقرى سقيا الماء اللي الحقيقه بتدي نموذج مهم وقوي جدا 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 لانشطه يعني مؤسسات المجتمع المدني، وتعاونها الدؤوب والمستمر مع مؤسسات الدوله ومؤسسات القطاع الخاص، لان طول ما ايدنا في ايد بعض هنبقى احسن. خليكم دايما هنا على نغمة فهم، احنا نسمع الاغنية دي لأحمد مكي ونرجع نكمل ايد في ايد على نغمة فهم. ايد في ايد على نغم اف ام 105.3 ده رقم الاس ام اس، و38353316 ده رقم تليفوننا. تفاصيل كتير بنعرفها من استاذة ابتسام سعد المتحدث الاعلامي لمؤسسة سقيا الماء للتنمية، بنعرف تفاصيل مختلفة الحقيقة عن جهود المؤسسة لتوفير حياة كريمة لاهلنا وناسنا في اماكن كتير جدا. الحقيقة ان انشطة سقيا الماء أنشطة متميزة ومختلفة في نفس الوقت. بيشتغلوا في إعادة إعمار البيوت، ولكن كان هدفهم في المقام الأول توفير المياه الصالحة للشرب في أماكن كتير جدا. واحدة دايما من المحافظات اللي ليها نصيب الأسد مع سقيا الماء هي مطروح. أستاذة ابتسام، مطروح حصل فيها ايه وبيحصل فيها ايه دلوقتي؟ مطروح يمكن من اكتر الاماكن او المحافظات اللي محتاجين ابار، لان ابار صخريه لحفظ مياه الامطار. تمام. وطبعا من اكتر فعلا المحافظات احتياج لحفر الابار. تم تسليم 630 بير بالفعل الى الان وشغالين. وطبعا برضو غصن الخير، مبادره غصن الخير اللي هي 150 شجره زيتون. تمام جدا. طبعا أبراج الحمام نفذنا 10 تحت مبادرة المشروعات الصغيرة للمرأة المعيلة اللي أطلقتها أكتر من 150 شجرة الزيتون اللي قلنا عليها. طبعا عندنا اللواء خالد شعيب متعاونين معاه، بنقوم بتفعيل بروتوكول تعاون محطات تحلية في كيلوباترا والنجيلة وشماس، وطبعا بروتوكول مع شركة المية والصرف الصحي بمحافظة مطروح. أكتر من 1000 وصلة بسيوة. تمام.
ورفع كفاءات المحطات وعمل عدد من الأسقف ومساعدات لأهالينا بمنطقة سيوة. تمام جدا. طيب كمان يعني اللي مركز أو اللي كان ما كانش بيسمعنا من الأول, كان معانا أستاذ أحمد عبدالله المستشار الإعلامي لمؤسسة سقيا الماء, وهو موجود حاليا في نجع حمادي يعني لإجراء عدد من عمليات العيون لأهلنا وناسنا هناك. تم تنفيذ 56 عملية من أصل 1200 عملية, أنشطة كبيرة وكتيرة. أستاذة ابتسام سعد المتحدث الإعلامي لمؤسسة سقيا الماء بتقول لنا عليها تمت في مطروح. الحلقات اللي فاتت يمكن كنا بنتكلم كمان عن أن سقيا الماء هتدخل كمان لحفر الأبار, ولكن بشكل مختلف في سيناء, هتكون أبار جوفية. خلينا نفكر كل المستمعين اللي حابب يحط إيده في إيد مؤسسة سقيا الماء علشان يوصل بتبرعاته وخيره ويساهم في أن هو يساعد أهلنا وناسنا في الأماكن دي, يوصل إزاي؟ عندنا الأرقام بتاعتنا, في أكتر من طريقة للتواصل. عندنا الخط الساخن 15-66-4, تمام. وعندنا الرقم 011-28-36-284, وعندنا 010-30-8472 فودافون كاش. تمام جدا. وكمان خليني أفكر كل اللي بيسمعونا أن 020-4-11-2035-48-18 ده رقم التبرع لسقيا الماء من خلال كل مكاتب البريد اللي موجودة في أي مكان في مصر. أستاذة ابتسام, يمكن في أنشطة تنموية بتساعد على التنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة يعني قامت بيها سقيا الماء في عدد كبير جدا من محافظات, أبراج حمام ومشروعات شبه كده, لو كمان نعرف المستمعين أكتر إيه هي المشروعات دي؟ طبعا كلها مساعدات للمرأة المعيلة, سواء مكان خياطة, سواء أبراج حمام, اللي هي بتديها ان هي بعد كده ما تبقاش محتاجة, يعني مش هتفضل طول الوقت ان هي محتاجة وان هي بتطلب مساعدة. هل كل المشروعات دي بتتم في مكان واحد ولا على حسب المحافظات؟ على حسب المكان بيتم اختيار المشروع التنموي؟ لا لا لا, على حسب الاحتياج. المكان اللي محتاج بنروح له وبنبتدي نعمل له دراسة وبنساعد فيه او المؤسسة بتساعد فيه. أسيوط, إنا, أسوان, حتى مطروح بأبراج الحمام, غصن الخير المبادرة اللي فعلتها سقيا الماء, لا بيبقى في أكتر من محافظة يعني. طيب لو كمان يعني هنركز أكتر في الحديث عن محافظات الصعيد, زي ما كنت بقول أستاذ أحمد عبدالله المستشار الإعلامي لسقيا الماء كان معانا من خلال التليفون في بداية الحلقة وتكلم عن نشاط في نجع حمادي. حضرتك كمان وضحت لنا أن في عمليات هتتم بالفعل في الأقصر وأسوان, هل في مدة زمنية محددة موضوعة لإجراء الـ 1200 عملية؟ والله يعني على يعني إحنا بالفعل في 56 شغالة أو اتعملت, 1200 بقى يعني أعتقد 56 يعني ده عدد أما نبتدي بيه يبقى الـ 1200 هينجزوا على طول, بس طبعا ده بيكون على حسب قوائم الانتظار والحالات اللي جاي لنا. طبعا ممكن كمان أثناء عمليات العيون بتظهر حاجات تانية فبرضو المؤسسة بتعملها. تمام جدا. واحدة برضو من مشروعات سقيا الماء التنموية الحقيقة اللي ليها شكل مختلف جدا, ولما تسمع كده الحدوتة بتاعت قرى سقيا الماء اللي بتتم في الوادي الجديد, في وادي النطرون, وفي سيوة كمان, ثلاث نماذج مختلفة بتقدمها سقيا الماء, فهتعرف ان المشروع مش بس قرية, لا ده في فكرة حلوة جدا هي وقف النخيل. أستاذة ابتسام لو نعرف كمان المستمعين ايه فكرة وقف النخيل اللي بتتم في قرى سقيا الماء؟ سقيا الماء في الوادي الجديد طبعا تم عمل بروتوكول مع محافظ الوادي الجديد, اخذنا مساحة من الارض طبعا بنبني عليها بيوت ونخيل, طبعا ده بيسمح او بيدي مساحة للشباب ان هي بتعمر وبنبني لهم بيوت تتجوز وتفتح بيت ويبقى عندها شغلها. ما يقرب من 12,000 نخلة. تمام جدا. طيب هل في 60 فدان يعني؟ على 60 فدان. طيب يمكن كنا بنحاول نعرف كده وناخد المعلومة ان هل هيكون في نماذج اكبر واكتر لقرى سقيا الماء في اماكن مختلفة خلال الفترة الجاية؟ اكيد طبعا. عندنا نماذج كتير للقرى, في طبعا هيبقى في سقيا الماء اوريدي اللي هي موجودة في الوادي احنا عارفين في الوادي الجديد, في وادي النطرون, وفي سيوة. هل من المخطط ان هيكون في قرى لسقيا الماء في اماكن تانية؟ اكيد طبعا ان شاء الله, لكن احنا بالفعل
اللي شغالين في دول اللي هو لازم ننتهي منهم. اوكي، في مخطط زمني للانتهاء من الثلاث قرى دول؟ ان شاء الله على مدار السنة بإذن على مدار 2021 ان شاء الله. لان احنا بدأنا في الاخر في اخر 2020 تم يعني كانت الفكرة وتم عقد بروتوكول ما بين سقيا الماء وما بين المحافظات، سواء الوادي الجديد سواء مطروح او البحيرة، وتحديدا لإقامة القرية في وادي النطرون التابعة لمحافظة البحيرة. طيب، كل دي أنشطة الحقيقة بتخلينا كده نركز أكتر في النقطة المهمة جدا، المثلث الذهبي للتنمية المستدامة. مؤسسات الدولة يعني المتمثلة في طبعا وزارة التضامن الاجتماعي اللي سقيا الماء بتعمل تحت يعني مظلتها، وده بيمثل التعاون ما بين مؤسسات الدولة ومؤسسات التنمية المجتمعية أو مؤسسات المجتمع المدني، بيكملهم ضلع أو بيكمل المثلث ده الحقيقة ضلع مهم جدا جدا جدا، هو ضلع القطاع الخاص. فالتعاون ما بين سقيا الماء والقطاع الخاص يعني شكله إيه، بيتطور إزاي، وأبرز يعني أبرز المؤسسات الاقتصادية أو الخاصة اللي بتساهم مع سقيا الماء؟ شركات الحفر الأبار اللي بتيجي بتساعدنا في ده، عندنا اللي بتعمل محطات التحلية، اللي بيتم زراعة النخيل والكلام ده كله، دي كلها قطاع خاص أكيد بيتعاون مع المؤسسة بشكل جيد طبعا. فطبعا دي كلها مساعدات لأن هي فعلا مثلث كله بيكمل بعض. فطبعا لا، متعاونين معنا بشكل جيد جدا، خصوصا في حفر الأبار ومحطات التحلية. حلو جدا. 15-66-4 ده الخط الساخن لسقيا الماء، هيوصل لك المندوب في أي مكان، 011-28-36-28-4. وكمان تقدر توصل بتبرعك من خلال فودافون كاش على 010-30-8-4-7-2. الحب الكبير راغب علامة، ونرجع نكمل إيد في إيد على نغمة فهم. مية وخمسة تلاتة ده رقم الاس ام اس، و 15-66-4 ده الخط الساخن اللي تقدروا توصلوا بيه لمؤسسة سقيا الماء للتنمية. انتوا بسمعوا ايد في ايد هنا على نغم اف ام. بتشرفنا في الاستوديو استاذة ابتسام سعد المتحدث الاعلامي لمؤسسة سقيا الماء للتنمية. يمكن قالت لنا في الدقائق اللي فاتت ان سقيا الماء بتشارك في رفع حياة يعني او توفير حياة كريمة لأهلنا وناسنا في عدد من المحافظات ضمن مبادرة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. أهالينا عملتوا إيه فيها؟ تم عمل رفع كفاءة عدد من دور المسنين بالقاهرة. عظيم. وطبعا عملنا زيارات لأهالينا بالدار، امدادهم بأدوات التعقيم طبعا عشان كورونا طبعا، والطعام والمستلزمات يعني مش بس إعادة إعمار للدار، لا انتوا كمان لا. بتوفروا طبعًا. مواد وقاية ضد جائحة كورونا طبعا، وأي احتياجات بنلاقيها محتاجينها بنعملها يعني. وطبعا توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية على المتضررين من فيروس كورونا. حلو جدا. وتوزيع أكتر من عدد كبير من زجاجات المية المعدنية. وتوزيع طبعا المستلزمات الطبية على المستشفيات كمان، كمامات، بوابات تعقيم، الكحول، الكلام ده كله. طبعا هرجع تاني وأقول لك الإنجاز بتاع 56 عملية جراحية. العملية الواحدة بتتكلف 5000 جنيه. تمام. دي عمليات جراحية في العيون اللي حاليا شغالة. طبعا 1200 قائمة انتظار في الرقم اللي هو 5000، فده رقم برضو مش قليل. فإن شاء الله ربنا يقدرنا ونقدر نعملهم بمساعدة السادة المستمعين. طبعا غير بقى مبادرات حياتي يعني. طيب خليني أفكر بشكل سريع، المستمعين تقدروا توصلوا بتبرعاتكم وتحطوا إيدكم في إيد مؤسسة سقيا الماء علشان نوفر حياة كريمة لأهلنا وناسنا في أماكن كتير. 15-66-4 ده الخط الساخن، وكمان 011-28-36-28-4 ده كمان خط ساخن، أو تتبرع من خلال فودافون كاش على 010-30-8-4-7-2، وكمان من أي مكتب بريد على 02-04-11-2035-48-18. مبادرات
كتيرة وكبيرة الحقيقة. التارجت بتاعها كبير ان هي توصل لعدد كبير جدا يا أستاذة ابتسام. هنعرف تفاصيل اكتر عن المبادرات المختلفة اللي سقيا الماء بتقدمها لأهلنا وناسنا في أماكن كتير، ويمكن تكلمنا عن عمليات العيون اللي بتتم حاليا في نجاح حمادي. 56 عملية تم تنفيذهم بالفعل النهاردة، خير كبير وكتير جدا بتقدمه سقيا الماء. خليكم دايما هنا على نغم فهم. هنعرف هنسمع الأول محمد منير ربك لما يريد، ونعرف إيه اللي بيحدث الآن في مصر والعالم، صوت الزميلة آية لطفي، ومن بعده نرجع نكمل إيد في إيد على نغم فهم. مية وخمسة تلاتة ده رقم الاسماس، تقدروا تبعتوا لنا كل الاغاني اللي حابين تسمعوها، وكمان تشاركونا في حلقات ايد في ايد وفي كل برامج نغم اف ام. بتشرفنا في الاستوديو النهاردة استاذة ابتسام سعد المتحدث الاعلامي لمؤسسة سقيا الماء للتنمية. خليني كمان افكركم ان 15-64-4 ده الخط الساخن لسقيا الماء للتواصل معاهم لو انت حابب تكون من المتطوعين او من المتبرعين لاي خير من اللي بتقدمه سقيا الماء في كل محافظات مصر لمساعدة اهلنا وناس الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة ليهم. على مدار الحلقة النهاردة تكلمنا يا أستاذة ابتسام عن المبادرات اللي بتتم من خلال سقيا الماء بالتعاون مع مؤسسات الدولة ومؤسسات يعني القطاع الخاص. علشان تقوموا بده وبالأرقام الكبيرة اللي تكلمنا عنها، لازم بيكون في دور توعوي من مؤسسة زي مؤسسة سقيا الماء. التوعية سواء الطبية سواء التدريبية، سقيا الماء بتقوم بيها ازاي؟ عملنا حملات توعية لأكثر من 3000 شخص مرضى السكر والسمنة. طبعا المؤسسة كمان قامت بالكشف على 1500 حالة أو فرد، وطبعا 1400 روشتة أدوية تم توزيعها بالفعل، تم صرف الأدوية دي بالضبط كده. والآن شغالين في عمليات العيون في أهلنا في الصعيد هنا والأقصر وأسوان. طبعا القافلة دي شاملة 3 محافظات، يعني بيقولها من الثلاث أماكن دول. إنجاز 56 عملية وقوائم الانتظار 1200 عملية. العملية بتتكلف 5000 جنيه. حلو جدا. طيب علشان كمان التوعية في المشروعات التنموية اللي قدمتوها سواء أبراج الحمام، إزاي يعني يتعاملوا مع طبعًا الحمام، سواء مشروعات زي مكان الخياطة أكيد. وكل المشروعات التنموية دي أكيد في مراحل توعية أو تدريب خلينا نسميها للمستخدمين للحاجات دي، بيكون عن طريق إحنا ما بنروح أي محافظة زي أسيوط مثلا، بيكون عن طريق وزارة التضامن الحالات اللي تستحق. فبالتالي هم بيبقوا عارفين ان هم بيعرفوا اصلا يشتغلوا عليها، سواء افران او ماكينات خياطه او ابراج حمام، يعني هم عارفين او ده مجالهم، فبيتم التوزيع عليهم او بيتم عمل حملات توعيه على اساس ان هو يبقى نشاط ليهم يقدروا يفتحوا بيوتهم ويشتغلوا ويجيب لهم دخل. عظيم جدا. ارقام كتير يمكن قلناها، سواء بقى يعني بشكل سريع كده واحنا خلاص وقتنا بيخلص في حلقة النهاردة، أنشطة كبيرة جدا وكتيرة جدا سقيا الماء قدمتها على مدار الفترة اللي فاتت بالعمر الزمني القصير اللي سقيا الماء كانت موجودة فيه. يعني بالزبط. هي مؤسسة حديثة لسه يمكن سنة وكام شهر، بس إنجازاتها كتيرة، إنجازاتها الحمد كتيرة لله. وأرقامها الحقيقة تدعو للفخر. وخلينا نقول إن الحقيقة اهتمام القيادة السياسية في مصر بأن يكون في دور مهم لمؤسسات المجتمع المدني بتسند مؤسسات الدولة وكمان مؤسسات القطاع الخاص، دي كانت يعني بارقة أمل كده. وكلنا بنفتكر دايما يعني البوست اللي كتبه الرئيس عبد الفتاح السيسي عنده على الفيسبوك، إن المواطن المصري هو بطل الحكاية. فإحنا دايما أبطال بأن إحنا قلوبنا على بعض، إيدينا في إيدين بعض، هنقدر نوصل لأهلنا وناسنا ونوفر لهم حياة كريمة، لأن الدول بتبنى بأن الناس بتبقى واقفة مع بعضها، وكمان مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات القطاع الخاص، ودور الأفراد بيكون مهم جدا 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 سواء متطوعين أو متبرعين. الخير دايرة وبتدور، فعلشان كده سقيا الماء ليهم نشاط كبير جدا ودور كبير جدا على مدار السنة وكام شهر، ده اتحقق على أرض الواقع بأرقام كبيرة، سواء في وصلات المياه، سواء في حفر الأبار، في محطات التحلية. قرى
سقيا الماء في ثلاث أماكن، الوادي الجديد وإيه كمان؟ إن شاء الله 2021 كل عملنا تتضاعف. إن شاء الله بإذن الله كل الخير يتضاعف، لأن الخير بيجيب خير، وطول ما أنت في دائرة الخير هتلاقي الخير. نغم اف ام كاملة معاكم على مدار اليوم ببرامج مختلفة وأغاني حلوة جدا هنفضل عايشينها. أستاذة ابتسام سعد المتحدث الإعلامي لمؤسسة سقيا الماء، شرفتينا على نغم اف ام. أهلا بحضرتك، شكرا. حلقات الأسبوع من إيد في إيد خلصت، حلقات جديدة الأسبوع الجاي، برامج مختلفة زي ما قلت لكم هتسمعوها على مدار اليوم وعلى مدار الأسبوع. تحياتي محمد بكر وتحيات شريف الصمدي من الإعداد. خليكم دايما إن ملناش غير بعض، اسمعوا ملناش غير بعض.